ولنقاش تظاهرات التي خرجت اليوم في البصرة رفضا لسياسات الحكومة ومطالبة التي طالبت أيضا بتوفير الوظائف، ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين في البصرة كرار عجرش. أهلا بك سيدي. نعم، شكرا. أهلا بك، تحية ضيوف قناة الرافدين وتحية لك وكلات المشاهدين الأعزاء. سيد كرار، مع تواصل تظاهرات خريجي الهندسة في البصرة، كيف جرت التظاهرات اليوم وما أهم الشعارات التي رفعت فيها؟ نعم، بالنسبة اليوم التظاهرات اللي حدثت في محافظة البصرة، خريجين يعني محافظة البصرة، يعني خريج يخلص من الكلية مالته يريد يطالب تعيين، ابسط مستلزمات اللي هو التعيين على كل خريج. اليوم خرجت تظاهرات في البصره من جانب المهندسين في البصره، في تظاهرات سلميه ووقفه احتجاجيه كانت لهم من مول تايم سكوير لحد مبنى محافظه مجلس المحافظه في البصره. فكل جانب من المسؤولين الحكوميين وكل يعني مثل من حكومه مسؤول طلع حاشاهم او مسؤول قال لهم انتم شو اللي تردون، صار لهم للعلم صار لهم 5 اشهر يتظاهرون وقفتهم احتجاجيه وسلميه كل توفير ما وفروا لهم من مطالبهم اللي هو حقه تعيين، حقه بسيط تعيين بدل هاي الدراسه صار له سنين يقرا ويدرس ويتعب وهل صار في عليه فلوس خصوص وما اعرف ايش، ويريد له تعيين بسيط وراتب اجر يتعين 500 او 250، خاطر هاي مستلزمات بسيطه. كل ذاك اليوم شفت الاعتداء عليهم من قبل. اليوم الواقع مال البصره للاسف الواقع اليوم البصري يعني مهمش من كل مجال، من لا بالخريج حصل تعيين لا او الخدمات. اليوم اكو خدمات في البصره والمواطن مرتاح، المواطن البصري يعيش في حاله فقر وحاله ميؤوسه من عته، رغم ان البصره كرار. البصره ام الخير، البصره ام الشهداء، البصره ام البصره تحتوي على منافذ حدوديه. كيف تعاملت القوات الأمنية سيد كرار؟ كيف تعاملت القوات الأمنية مع هذه التظاهرات؟ قبل فترة شفت شلون تعاملت القوات الأمنية معهم، كان عليهم بالضرب وتحطيم القبعات وكسر المتظاهرين، تم الاعتداء عليهم بالضرب والهروات والعصي من قبل القوات الأمنية. وكل زين شفتوا شلون ذاك بينما كانت تظاهرات وهم يطلعون يطالبون بحقهم تظاهرات سلميه، ليش توترون العنف وتخلون اللي يطلع يتظاهر تقولون عنه بأسي ومندس وجوكري وما اعرف ايش، وتقولون عنه اللي يطلع يطالب حقوقه، طلع يطالب للتعيين تقتلونه وتقمعونه يعني اللي يطلع يعني ما يعني الحل شنو الحل ويا هاي الحكومه الاحزاب الفاسده؟ شنو الحل؟ شنو انتم وين تردون توصلون بالبلد؟ يا معودين كافي، يا معودين جوعتونا احنا الشعب البصري اليوم لابسط حقوقه وما محصلها. كرر يرى البعض ان العماله الاجنبيه احد اسباب ازمه الوظائف في البصره تحديدا وباقي المحافظات، ما مدى صحه ذلك؟ اكيد اليوم الاحزاب الاسلاميه المسيطره على السلطه من قبل جاي وين تودي الفلوس؟ جاي الفلوس تتحول الى ايران وغير ايران ودول الجوار ودول اقليميه ودول، يعني ليش المواطن العراقي ما جاي يوفر له لقمه عيش شاكله؟ زين ليش ماكو خدمات له؟ زين وين جاي تروح فلوسه؟ قلت لك سبق وقلت لك عندنا منافذ حدوديه وعندنا ابار نفط، وين جاي تروح؟ خيرات البصره وين راحت؟ خيرات العراق من شماله جنوبه، وين جاي تروح؟ شي اكيد جاي تتهرب لهم وسلاحهم جاي السلاح المنفلت وميليشيات عندهم، منين صار اعتماد السلاح المنفلت والميليشيات والمناقصات والمصارف، ومنين صارت عندهم غير من خيرات الشعب؟ ولا هم شنو كانوا يملكون وشنو كانوا؟ نفس اليوم كلهم طلعوا وقالوا احنا كنا نروح السيده بالسيده زينب يلا نشبع بطننا، نفسهم السياسيين طلعوا كانوا يعرضون الحكم السابق، شو هسه لا خير من الله مصاروف وسيارات وجكسارات ركبوا، منين طلعوا بها؟ غير من قوت المواطن العراقي منين طلعوا بهاي الفلوس اللي جاوا بها؟
شكرا جزيلا لك. عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين كرار عجرش حدثنا عبر الهاتف من البصرة.